الاعتداء التركي، طاولة واحدة تجمع الرئاسات وقادة الكتل السياسية، وتحرك حكومي لعقد جلسة لمجلس الأمن وطرد سفير أنقرة. المصالح تتصدر طاولة حوار الوطني والكردستاني، خلافات البيت الكردي تجمد مباحثات الرئاسة، والأوساط السياسية تلوح بسيناريو 2018. حياكم الله مشاهدينا وأهلا بكم في حصادنا لهذه الليلة، حيث تعالت صرخات النساء وانهمرت دموعهن وهن يشاهدن الجثث مسجات على مقربة من المياه الجارية في منتجع سياحي بدهوك، بعد أن دكته المدفعية التركية وأزهقت أرواح مواطنين قصدوا المكان هربا من قيظ الصيف اللاهب برفقة نسائهم وأولادهم، لكنهم لم يكونوا يتوقعون أن تتحول رحلتهم إلى مأتم حزين. وفي غمرة الحدث في الشمال، تبحث الكتل السياسية على من الأوفر حظا في تولي رئاسة مجلس الوزراء من بين الأسماء التي تناقلتها أطراف في الإطار التنسيقي. سؤال يتبادر إلى ذهن كل عراقي، خصوصا بعد أن تم طرح تلك الأسماء. وعلى مقربة من الأسماء المتداولة، تبحث ممثلة الأمم المتحدة في العراق آلية حل الأزمة السياسية مع زعماء الكتل، لعلها تجد الحل عند من لا يجدون الحل، من أجل إنهاء العقدة للشروع بالإجراءات الرسمية لحسم منصب رئيس الوزراء. فنتابع. إذن مشاهدين، اجتماع يوم أمس بدعوة من رئيس مجلس الوزراء إلى قادة الكتل كان للتباحث بشأن الاعتداءات التركية واستعراض للموقف السياسي والأمني، بالوقت الذي يجب على الحكومة أن تدرس الإجراءات المتخذة أو الممكن اتخاذها على الصعيد الأمني الدفاعي. لكن ما أن مرت 48 ساعة حتى عادت وقاحة تركيا بالقصف مجددا، رغم تقدم العراق بشكوى إلى مجلس الأمن الدولي والأمم المتحدة، فالإدانات الدولية والشعبية لم تقف بوجه تركيا ودرء خطرها عن العراق. تقرير نهى الشمري. ب21 قذيفة مدفعية تجدد أنقرة قصفها ظهيرة اليوم بعد ارتكابها المجزرة التي طالت الأبرياء في المحافظة ذاتها شمالي العراق، فما زالت تركيا تستغل ضعف الموقف الحكومي في البلد بتجديد انتهاكاتها له دون تحسب لأي رادع أو تصدي مقابل. انتهاك صارخ للسيادة الوطنية، والسبب هو ضعف الحكومة العراقية. لو كانت عندنا حكومة قوية منتخبة لما فعلت تركيا بهذا الأسلوب يعني الغير أخلاقي. ودائما حتى هناك شهداء وهناك أموال هدرت في الشمال وفي كردستان العراق بسبب الانتهاكات التركية والقصف العشوائي المتكرر يوميا. كل الدول دانت هذا الاعتداء. هناك تشير المعلومات أن اليوم تركيا تخطط لإضعاف السياحة في العراق وخصوصا في إقليم كردستان باعتباره بلد آمن واعتبار منطقة جميلة، وهناك دلائل وتشير إلى دخول حوالي 100,000 سائح إلى دهوك باعتبار دهوك هي منطقة آمنة ومنطقة جميلة. هذا دليل واضح أن القصف التركي كان لديه أبعاد سياسية. قد يبدو اجتماع أمس لرئيس الوزراء مع قادة الكتل في القصر الحكومي ببغداد بشأن الاعتداء التركي لم يكن ذا جدوى بإبعاد خطر العدو خارج أراضي البلد، بالوقت الذي تلزم الضرورة باتخاذ خطوات أمنية ودبلوماسية للدفاع عن الحدود الجغرافية كما يصرح بذلك الخبراء، لكنهم فسروا الصمت تواطؤا مع مصالح البعض من القادة السياسيين. من حق العراق اليوم أن يشتكي بالمحاكم والمنظمات الدولية على اختراق تركيا، لأنها اختراق واضح على الأراضي العراقية، وأصبحت تبني قواعد لها وأصبحت تحتدي على المواطنين المدنيين السلميين، وهذا شيء خطير جدا. لكن أنا
أرى الحكومة العراقية تتناغم مع هذه الاعتداءات ولا تكون لها دور حقيقي يمثل الحكومة العراقية. فهذا الاعتداء فضلا عن توحيد أبناء البلد بالاحتجاجات أمام السفارات وغلق بعضها، بالجانب الآخر عرى الأحزاب السياسية التي لم تحرك ساكنا تجاه هذا الأمر ولم تبدي فعلا سوى التنديد، والرد جاء اليوم من تركيا نفسها وكأنها تقول لا مانع من الدخول إلى أراضيكم، وقد ترى بعض القراءات أن هذه الاعتداءات بداية الاحتلال. نهى الشمري، الأيام الفضائية. أهلا بكم مرة أخرى مشاهدينا، والحديث أكثر عن تفاصيل هذا الملف نرحب سوية بضيوفنا الكرام في الاستوديو، عضو تحالف الفتح الدكتور عايد الهلال. أهلا بك يا دكتور عايد، ضيفا كريما، وكذلك الترحيب برئيس مركز الكتاب السيد واثق الجابري. أهلا بك سيد واثق، وأيضا نرحب بالخبير الأمني الأستاذ علي الشريفي انضم مباشرة عبر سكايب من النجفة. أهلا بك سيد علي، وأبدأ معكم دكتور عائد الحديث عن أسباب وتداعيات وما الذي دفع تركيا إلى استهداف مدنيين في شمال العراق والاعتداءات المستمرة، هل هي تركيا أم غير تركيا أم البكك أو غيرها؟ هذا حديث يمكن صار مضى عليه وقت، لكن الحديث الآن عن رد حكومي، كان هناك اجتماعات لقادة الكتل والرئاسات يوم أمس للتباحث عن الرد الحكومي او اسباب هذه الجريمه الاثمه، اكو امكانيه فعلا ان الحكومه ترد؟ شكرا جزيلا، بسم الله الرحمن الرحيم، تحياتي لك استاذ بشار العزيز ولاخي استاذ واثق ولضيوفك الكرام كذلك قناتكم الموقره والمشاهدين الاعزاء. في البدايه لابد ان لنا ان نعزي اسر الضحايا الشهداء الذين سقطوا في هذه الجريمه البشعه، وكذلك نسال الله تعالى بحق محمد وال محمد ان يمن على الجرحى بالشفاء العاجل. حقيقة هذه جريمة مدانة وجريمة لا ترتقي إلى أبسط المعايير، لا الأخلاقية ولا الدولية ولا إلى أي معيار ممكن أن يكون، لا سماوي ولا وضعي. هذه جريمة بشعة أن تستهدف أناس أبرياء، كل ما قام به هو عملية أنه اصطياد في أحد الأماكن في إقليم كردستان، وبالتالي تأتي القذائف وتنهال أو تنهمر عليهم بهذا الشكل الوحشي، ويتسبب بسقوط العشرات من الأبرياء بين قتيل وجريح، وهذه مشكلة كبيرة جدا يندم لها جبين الإنسانية. الخطاب الحكومي نعم كان هنالك تطابق في الخطاب ما بين خطاب المركز وخطاب الإقليم، لكن هذا الخطاب لم يرتقي إلى ما كنا نطمح له وما كنا نتأمل من الحكومة العراقية من أن تتخذ خطوات رادعة بحق التواجد التركي الموجود في العراق تحت مسوغات عديدة، أنه هنالك اتفاقيات عقدت في زمن صدام حسين وهذه الاتفاقيات جددت، وأن تركيا لها الحق بمطاردة حزب العمال كردستان داخل الأراضي العراقية. فعلا أكو هيك اتفاقيات لمجرد تفاهمات بين نظام سابق ونظام تركي أو حتى بالحكومات العراقية السابقة؟ لا، أنا أعتقد أنه هي كانت موجودة الاتفاقيات، لكن النظام السابق سقط خلص. زين، احنا إذا نريد نرجع للاتفاقيات التي وقعت ما بين النظام السابق وما بين دول الجوار، هل نذهب إلى إعادة رسم الحدود مع العربية السعودية أو مع الأردن أو مع الدول الجوار الأخرى؟ هاي مشكلة كبيرة جدا، يعني تفتح لنا افق. احنا حتى ان كان هناك اتفاقيات او تفاهمات، نعم، يعني تبيح هاي التفاهمات استهداف، نعم، مدنيين؟ لا لا، بالتاكيد انه ماكو اي اتفاقية لا في زمن النظام البائد ولا في هذه الحكومات التي تعاقبت على ادارة الدول العراقية بعد 2003 الى اليوم، ان هنالك اتفاقيات تمنح الشرعية لاي جهة كانت بان تتسبب في ابادة جماعية مثل الذي حصل في اقليم كردستان في دهوك. هذه الإبادة يفترض ان يكون هنالك وقفة من الحكومة العراقية بخطاب عراقي موحد في المحافل الدولية، وتساءل تركيا عن تركيا الان تحاول ان تبعد القضية، لكن هنالك أدلة بالدليل القطعي تقول انه المدفعية التي استخدمت هي مدفعية من عيار 55
وانها مدفعيه تركيا الصنع، وما الى ذلك هنالك ادله واضحه وقاطعه، واليوم ممكن ان نذهب الى اسوار الاقمار الصناعيه وناتي بالدليل. ما كل يوم شيء يعني بعيد او شيء مستحيل، الاقمار الصناعيه موجوده الان ضغط العراق، وممكن ان نستدل من خلال الاقمار الصناعيه من اين انطلقت هذه القذائف ومن يقف خلف هذه القذائف. اثبات من قام بهذا الاعتداء مهم جدا سيد واثق، اهلا بك مره ثانيه. قضية إثبات يعني تركيا هي من قامت بهذا الاعتدال، وحزب العمال الكردستاني من قام بهذا مقصود أو عن طريق الخطأ، ممكن أن تكون تركيا هي من قامت بهذا الاعتداء وما هي الأسباب؟ هذيكم الكرام للضيوف الأكارم والدكتور عائد. طبعا أكيد يعني هي اليوم يعني القضية لحد الآن يعني يعني حتى احاديث مختلفه يعني بين المسؤولين الحكوميين العراقيين يعني عن طبيعه الاستهداف، هل كان بمدافع ام طائرات مسيره، لكن هذا يبدو انه ليس الاستهداف الاول ولا الاخير، لكنه لا. الابشع ربما بين الاستهدافات السابقه. القوات التركيه وبتحدي لسياده العراق قامت باكثر من مره بالتجاوز على استهداف المناطق متعددة، ومئات القرى تم قصفها بذريعة مطاردة حزب العمال الكردستاني، وهذه الذريعة يبدو أنها يعني غير منطقية، أولا بدون التعامل مع مبادئ حسن الجوار على الأقل، ثم حتى إذا كانت هنالك اتفاقية بين العراق وتركيا بمطاردة مجاميع تهدد أمن تركيا، لابد أن يكون هنالك نوع من التنسيق مع القوات الحكومية العراقية وإعلام للحكومة العراقية عن طبيعة الطلعات الجوية، عن طبيعة التحركات العسكرية، لكن تركيا هي تتحرك لا. دون علم الحكومة العراقية أولا، ثم لديها مشاريع هي لا تستحي أن تعلن هذه المشاريع والمطامع يعني في داخل العراق، ومنها هي ما تتحدث بإعادة مجد الدولة العثمانية ولاية الموصل، ولا تختصر هذه الولاية بمحافظة نينوى فقط، وإنما تمتد إلى كركوك وإلى مناطق أخرى في العراق، ربما هي تكون في حتى في جنوب العراق أحيانا. طيب. بهذا الشكل. طيب إذا كانت يعني تركيا تود أن تبعد الشبهات عنها وعن مسؤوليتها بهذا الاعتداء، لماذا تكرر اليوم ذات السيناريو وذات الاعتداء وبقذائف أكبر أيضا في مناطق شمال العراق؟ يعني هو القضية تحدي طبعا أكيد للحكومة العراقية التي بدت ضعيفة ومواقفها لا تتعدى الشجب والاستنكار والإدانة، وهذه المواقف لن تؤثر على طبيعة الواقع ولن تؤثر على طبيعة العلاقة مع الجانب التركي. هي المشكلة أيضا هي مشكلة عراقية يعني، وإلا هي أولا العراق يعاني من عدم وجود قوات مشتركة أو قوات للحكومة الاتحادية تمسك الشريط الحدودي العراقي، يعني لوجود قوات البيشمركة، وكما معروف ان بين القوات الحكومية العراقية وقوات البيشمركة هنالك ما يسمى الخط الازرق، وهي فصل بين القوتين، اي عدم وجود تعاون مشترك، هذا من جانب، والجانب الاخر ضعف منظومة الدفاع الجوي، وهذا يعني بسبب تعطيل من الجانب الامريكي منع العراق في اكثر من مرة من التعاقد على دفاعات جويه يعني مع روسيا او مع دول اخرى، وبالتالي هنا بدا الاختلاف على طبيعه الاستهداف ومقاومه الاستهدافات التي هي تتكرر بين الحين والاخر. ايضا نجدد الترحيب بالخبير الامني السيد علي شريفي، ينضم مباشره عبر سكايب. اهلا بك مره اخرى سيد علي. واليوم الكثير من المسؤولين يقولون أن العراق بلد كامل السيادة، لكن بعد هذا القصف الذي استهدف المدنيين العزل، هل يمكن وصف العراق بأنه فعلا بلد كامل السيادة أم هو مستباح؟ بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم وعلى الأخوة الضيوف وعلى جميع متابعي قناة الأيام. أخي العزيز، للأسف الشديد نعيب زماننا والعيب فينا وما لزمان عيب سوانا. هناك أسئلة يجب أن يجيب عليها المسؤولون العراقيون قبل أن نوجه العتب واللوم إلى المسؤولين الأتراك. هناك خلل كبير في معايير السيادة ومفهومها لدى حكام هذا البلد. للأسف الشديد نحن لا نتعامل مع تركيا بمفردها بأنها الوحيدة التي تعدت على السيادة العراقية، هناك تعديات من دول الجوار كافة، هناك اختراق للسيادة العراقية والأجواء العراقية، هناك تعدي على الجاليات العراقية،
هذا اليوم نتيجة تراكمات الفشل الحكومي نقع في هذا الفخ، ألا وهو ماذا نفعل عسكريا، ماذا نفعل اقتصاديا. هناك أنباء أن العراق مكبل باتفاقيات قد أبرمها صدام حسين، وهناك أنباء تقول أن هناك تفاهمات قد أبرمتها الحكومات السابقة. أين الشعب العراقي من هذه التفاهمات؟ أين الخارجية العراقية من الوجود التركي الذي بقي في الذي مضى عليه ما يقارب 5 سنوات أو 6 سنوات؟ التركيا الآن مصنفة بأنها دولة محتلة، ولذلك من هنا يجب أن نفرق بالرد العراقي بين أن يكون العراق مهاجماً وبين أن يكون العراق مدافعاً. عندما يكون العراق مدافعاً فله الحق بكل القوانين الدولية أن يستخدم كافة الأساليب بطرد الاحتلال التركي من الأراضي العراقية، وبالتالي علينا أن نعطي في زمن المراهنات الدولية وفي زمن المعمعة والصراعات الإقليمية يجب أن نعطي درساً لجميع المجاورين بأن العراق موجود وأن العراق يمتلك أسلحة للرد، وموضوع الرد لا تقصد عذر المقاطعة سيد علي، لكن تقصد أن هناك إمكانية لدى العراق للرد عسكريا على تركيا للدفاع عن أراضينا بطرد الاحتلال التركي من الأراضي العراقية فوراً، ومن ثم نفكر بالرد الدبلوماسي، ومن ثم نفكر بالردود الاقتصادية. طيب. من الجميل جداً أن تكون هناك تنوع بالردود كافة عسكرياً كان اقتصادياً أو سياسياً أو دبلوماسياً. على العراق أن يجد له مكاناً في هذه الصراعات الإقليمية. هناك أطماع بدأت تطفو على السطح من الجيران يريدون أن يعيدون أمجادهم التاريخية على حساب العراق. سيد علي، والدول العربية أرضنا مستباحة، كرامتنا مستباحة، والخلل هنا يقع على عاتق الحكومة المركزية وعلى عاتق حكومة الإقليم. هل يعقل أن الحدود الشمالية للعراق ليس فيها جندي عراقي واحد، ويمنع وتمنع القوات العسكرية الاتحادية من دخول الإقليم؟ هل يسمح قادة الإقليم بدخول القوات العراقية؟ لا، موجودة أقوى نقاط عراقية مشتركة على الحدود مع تركيا. سيدة الدفاعات الجوية الموجودة في الإقليم هل هي تابعة للدفاعات الجوية العراقية؟ طيب. أم أنها تأتمر بأمر الإقليم؟ طيب، عد لك وعندما يضرب الإقليم أربيل تلتجي إلى بغداد وترمي اللوم على بغداد. دكتور عائد، هناك خلافات يعني صار لها سنوات طوال ما بين الحكومة المركزية والحكومات المتعاقبة المركزية وحكومة الإقليم. وصلت إلى مطالبات بالانفصال وفعلا استفتاء انفصال وكثير من الخلافات. هاي الخلافات بين المركز والإقليم إلى أي درجة تشجع تركيا على التمادي باعتداءاتها؟ أستاذ بشار، خلينا نرجع شوية إلى طبيعة الاتفاقيات المعقودة ما بين تركيا والعراق. احنا اليوم كمختصين بالشأن السياسي، مراقبين للشأن السياسي، وأنتم الإعلاميين جزاكم الله خير تبحثون بهذه الأمور، لكن خرج مسؤول عراقي من الخارجية العراقية أو من الدولة العراقية وتحدث عن الاتفاقيات المعقودة ما بين العراق وتركيا. خلينا نفك هذا الطلسم اللي احنا ما نعرفه لحد الآن. سبق باعتداءات سابقة الحكومة نفت وجود أي اتفاقية. خلاص، إذا نفت وجود أي اتفاقيات، طيب التواجد التركي اللي موجود على الأراضي العراقية شنو سببه؟ هسه اليوم بغض النظر إقليم كردستان أعلن حالة الانفصال أو لم يعلن، وفق في هذا الموضوع أم لم يوفق؟ لا. تبقى إلى الآن القضية لهذه أراضي عراقية، وهذا الشعب اللي يسكنه شعب عراقي، واللي يستشهدوا أساسا هم من الجنوب ومن الوسط للمصطافين. اليوم القضية الحكومة العراقية مطالبة بأن تفككنا هذه الطلاسم. علاقتنا بالمركز بالتأكيد علاقة يشوفها يعني متباينة، مرة تجدها في حالة جيدة ومرة تجدها في حالة ضعيفة. هذا التباين أيضا نتيجة عدم وجود شفافية في العلاقة ما بين المركز والإقليم. ماكو جسور للثقة نتيجة الحكومات التي تعاقبت على إدارة الدولة العراقية ما أسست إلى شراكة حقيقية. اليوم إحنا من نذهب بهذه الخطابات المتعددة من داخل الدولة العراقية بالتأكيد ما راح يكون خطابنا محترم، ما راح تكون الدولة العراقية محل احترام وتقدير وأن يكون لنا للعراقي مكانة في دول العالم. فبالتالي تأتي الاستهدافات وتأتي التجاوزات والانتهاكات، وهذه حالة الفوضى والتخبط اللي موجودة مثل ما عفوا تحدث أعتقد زميلي الدكتور واثق قبل قليل وقال أن العراقي وجواز العراق غير محترم نعم 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 كل شيء. ليش؟ نتيجة طوف الخطاب الحكومي. ما موجودة عندنا حكومة حقيقية قادرة على أن تؤسس. إقليم كردستان أعلنتوا الانفصال وفشلتوا في هذا الموضوع، خلص أنتم جزء من الدولة العراقية. الدولة العراقية دولة اتحادية ممكن فدرالية.
فدرالية. حكومة الإقليم يعني متفاهمة حول هذا الموضوع. نعم. هناك نقاط مشتركة، هناك جيش عراقي. نعم. في هذه المناطق السياحية القريبة. نعم. جدا من الحدود التركية. نعم. إذن هذا يدل على وجود تفاهم أمني ما بين حكومة الإقليم وهناك تنسيق كبير والمركز. ضعيف لا أستاذ بشار، هناك نقطة جيش عراقي في هذه ضعيف. في وسط هذه المصايب. نعم نعم موجودة، لكن التمثيل الحكومي او تمثيل القوات الامنيه في اقليم كردستان تمثيل ضعيف جدا. اليوم اقليم كردستان عندما تعرض الى هذه الهجمه المستدانه والمستنكره من قبلنا لجأ الى الحكومه العراقيه، لان وجد انه لا تركيا ولا اي دوله ممكن ان توفر له الغطاء والشرعيه والامان الا بالحكومه العراقيه او بالحكومه المركز. طيب ليش ما ناسس الى شراكه حقيقيه؟ بانك انت تعرف انه قضيه وجودك او قضيه ذهابك الى تاسيس دوله هو قضيه من المستحيلات، لان لا تركيا تقبل بهذا الموضوع، ولا ايران تقبل بهذا الموضوع، ولا سوريا تقبل بهذا الموضوع، ولا اي دوله تقبل بهذا الموضوع. زين ليش احنا نجعل من الاقليم فريسه الى دول جوار؟ وهذا هذه اراضي عراقيه بها ثروات عراقيه، ممكن ان توظف هذه الثروات لصالح الدول العراقيه. هذه الاماكن السياحيه اللي احنا اليوم ننفق مليارات الدولارات سنويا من قبل ابناء الشعب العراقي الذهاب الى للاصطياد في دول العالم. هذه منطقتنا، هذا بلد، نجعل اموال لا تتسرب خارج العراق. طيب من جانب اخر سيد واثق، كيف تقيمون مستوى الرد الشعبي الذي شهدناه يوم أمس والأمس؟ والأكيد الرد الشعبي هو يعبر عن رؤية الشارع والشعب العراقي الرافض لتواجد القوات التركية وتدخلاتها في الشأن العراقي وتجاوز على السيادة. لكن هي المشكلة بصاحب القرار والمسؤولين العراقيين، يعني نحن كيف نتعامل مع دولة ومسؤوليها يفتخرون بالتقاط صور مع الرئيس التركي أردوغان ومع رئيس مخابراته، كيف نتعامل مع دولة بالرد بالمثل ورئيس وزراء يقول أن أردوغان صديقي ولم يستفد العراق بالحفاظ على سيادته من خلال هذه الصداقة التي يدعيها؟ كيف للعراق أن يستعيد سيادته أو يطابق رأي شعبه والحكومة العراقية كلما حدث اعتداء هي من ترسل مبعوثا إلى تركيا، يعني مرة من الحكومة الاتحادية ومرة ترسل من حكومة الإقليم، وبالتالي يعني كل التجاوزات التركية يعني لم يكن ردا يعني بشكل يعبر عن رؤية الشارع، لم يرسل على السفير التركي ويسلم مذكرة الاحتجاج أو يصار إلى طرد السفير أو التعامل بالمثل، لكن كيف التعامل بالمثل يعني مع تركيا؟ هل تستطيع حكومة المركز أن توقف يعني تقطع الحدود يعني مع تركيا على الأقل، توقف تهريب النفط الذي لا تعلم به حكومة المركز كم هي حجم النفط وكيف وآليات تهريبه؟ هل تستطيع أيضا منع التجار الذين يتلاعبون أحيانا حتى في الأسواق وفي طبيعة التجارة؟ هل يوجد لدينا في العراق يعني اكتفاء ذاتي أو ربما بدائل في حال قطع العلاقة مع تركيا بالتبادل التجاري؟ طيب. الذي يعتبر هو الأعلى مع دول العالم والدول الإقليمية. طيب أعود مرة أخرى إليك سيد علي عبر سكايب. سيد علي، يعني كان هناك مطالبات شعبية وسياسية بعقد جلسة لمجلس النواب، وفعلا مجلس النواب سيعقد جلسة يوم غد من أجل إصدار قرارات أو التباحث بالاعتداء التركي على شمال العراق، لكن تعتقد أن قرارات البرلمان بهذا الصدد ذات أهمية وهناك قرار برلماني سابق بإخراج القوات التركية لم يطبق؟ أكيد على البرلمان بصفته السلطة التشريعية الأعلى والذي يتضمن ممثلي الشعب أن يتجاوب مع ما يحدث في العراق. نعم. من واجبه، وهذه تدخل ضمن آليات عمله، أن يعقد جلسة طارئة كأبسط رد على ما يحدث. وبالتالي عند جلسة يوم السبت يجب أن تكشف الأوراق، يجب أن يطلع الشعب العراقي على الجهة التي أبرمت تلك التفاهمات، ويجب أن يفضح الأشخاص والشخوص السياسيين الذين خجلوا حتى من الرد بتغريدة أو الرد بتصريح في وسائل التواصل من ذكر اسم تركيا، خجلوا من ذكر اسم تركيا، يجب أن يفضحوا في هذه الجلسة، يجب أن يطلع الشعب العراقي على تلك الجهات المدعومة من قبل تركيا وبالتالي تزايد على مصلحة بلادها وتتغاضى النظر. وقد وردت لدينا تسريبات من بعض الجهات أخذت من وضع الدفاع عن تركيا بدلا من أن تدافع عن بلادها،
هذا واجب البرلمان. هناك أصوات حرة يجب أن تأخذ دورها في الدفاع عن العراق داخل قبة التشريع، حتى وإن علمنا بأن قرارات مجلس النواب قد لا ترى النور أو أنها تبقى حبرا على ورق، ولكنها بالمجمل واجب قد تم أداؤه من قبل ممثلي الشعب وإلقاء الحجة على الحكومة. عجبي وكل العجب أن يقوم رئيس الوزراء بعقد لقاء تشاوري مع رؤساء الكتل والأحزاب السياسية وفيه هكذا ظرف يجب أن يعقد اجتماعاته مع القادة العسكر، مع قادة التشكيلات، مع الأمن الوطني، مع الأمن القومي. ما أعرف هذا اللقاء اللي التقى به السيد الكاظمي مع خصومه السياسيين وهم متقاطعين حتى بالأفكار والتوجهات، ومنهم من جلس بهذا الاجتماع وهواه مع تركيا، وذاك من جلس بهذا الاجتماع وهواه مع الجار الآخر. طيب. يجب علينا أن نصارح أنفسنا أن هذه الطبقة السياسية غير مؤهلة لقيادة هكذا بلد، وللأسف الشديد انهيار السيادة وانعدام السيادة للعراق بسبب الأداء الهزيل لهذه الأحزاب السياسية. طيب أعود لك دكتور عاد، يعني وكما ذكر يمكن سيد علي أكو مشكلة، تركيا صاحبة فضل على بعض الجهات السياسية في البرلمان. طيب كيف سيكون موقفها بجلسة غد؟ حقيقة أيضا هم أرجع إلى أستاذ واثق، وهناك نقطة استفزتنا حقيقة أنه عندما يتحدث سيد الكاظم يقول أنه أردوغان صديقي، يعني ما أعرف أنه شنو التفكير السطحي هذا، من للأسف الشديد يعني جل احترام لأخونا رئيس الوزراء، كان تفكير سطحي. أردوغان هو ما كان من منطقتك ولا كان طالب وياك بالمدرسة حتى يكون صديقك ونتعامل وفق هذه المعايير. أردوغان انقلب على عبد الله جول اللي هو بن قريته، واللي كان عبد الله جول هو رئيس الحكومة التركية وأردوغان كان تحت الزين. فاليوم القضية قضية مصالح سيد الكريم، مو قضية علاقات وصداقات وما إلى ذلك. هذا جانب. الجانب الآخر أنه موقف الحكومة العراقية، قلنا بكل تشكيلات الحكومة العراقية كان موقفها وخطابها بائس وضعيف جدا. اليوم لو حصل للحكومة، طيب جلسة البرلمان، نعم نعم احنا انا اعتبر البرلمان هو جزء من الدولة العراقية والحكومة العراقية، من احد مرتكزات الحكومة العراقية. البرلمان للأسف الشديد والذيول التركية، خلي اليوم نتحدث بهذه الآلية، الذيول التركية لم تتحرك هذه الأذناب ولم تنتقد ولم تصرح ولم تعلن موقفها لا مع ولا ضد. هذه كلام مرفوض. اليوم أنا من يكون عندي على رأس أحد المؤسسات، مؤسسات الدولة الكبيرة، شخصية مكلفة بإدارة ملف من ملفات الدولة العراقية وتنتهك سيادة الدولة العراقية، وهذه الشخصية لا تبدي رأيها، طيب من يبدي رأيها؟ هذا الكلام يعني مرفوض جملة وتفصيل. إذا أنت سواء كان ممثل الشعب أو كان في الحكومة التنفيذية أو كان رئيس الجمهورية، هذا تحدي، هذه مشكلة خطيرة جدا. اليوم احنا مطالبين بأن يكون خطابنا خطاب واحد بغض النظر اليوم تركيا والناس التي في تركيا تقف معك، لكن الأمور لن تدوم إلى النهاية. ممكن أنه بكرة الشعب التركي، وتركيا معروفة بانقلاباتها كثيرة جدا، ممكن أن يكون هنالك انقلاب بعدين. تركيا اللي ما احترمت تركيا الانتقائية في سيادة في اتفاق في تعاملها بالاتفاقيات العراقية. تركيا عندما يتعلق الوضع بالجانب الأمني تأتي تركيا بقضيها وقضيتها وتدخل الحدود العراقية، هنالك اتفاقيات، وتركيا الشراكات الاقتصادية هنالك اتفاقيات، لكن اتفاقيات المياه تركيا ما تحترمها. نعم. مشكلة كبيرة جدا. ما من حق الأتراك أن يتعاملوا معنا بهذه الانتقائية. نحن رئة تركيا الاقتصادية اليوم عندما يكون 20 مليار. هاي المشكلة بالرد الاقتصادي على واستعمال الورقة الاقتصادية من قبل العراق. تركيا أيضا هي مصدر إيصال الغذاء وملابس والكثير من البضائع ومنفذ لتصدير النفط. نقدر نستعمل ورقة اقتصادية ضدها؟ سيدي الكريم، أولا بخصوص منفذ النفط، احنا ممكن أن نذهب مع العربية السعودية ونقوم بتفعيل خط النوابع مع الحكومة التركية اللي كان مع الحكومة السعودية اللي هو كان أساسا موجود خط استراتيجي، أعتقد طاقة الإنتاجية مليون برميل. ممكن أن نذهب إلى الخط السوري، ممكن أن نذهب إلى الخط اللبناني، ممكن أن نذهب إلى خط العقبة إذا اضطرتنا الأمور. زين، والقضية الثانية أنه شنو اللي يعني تركيا هي متفضلة علينا بصناعة الملابس والأكل، ما العراق أرض سواد، هسه ما العراق أرض سواد، ظروف كثيرة جدا تحول دون تحقيق الاكتفاء الغذائي. أكو موجود عندنا سوريا وعندنا الأردن وعندنا إيران موجودة، ونستطيع أن نحصل على المواد الغذائية من إيران بأسعار بخسة جدا، والمسافة قريبة والأرض منبسطة ولا توجد هنالك. لا، ليش ما تم استعمالها بورقة أمام ملف المياه؟
هاي مشكله كبيره جدا. هو هذا اللي اقوله، اقول انه الحكومه العراقيه ليش عاجزه وليش تجعل الجانب التركي هو من يتعامل معك بانتقاء بهذه يعني نقدر نستعمل هاي الورقه وهي جاهزه؟ مو نقدر، يفترض ان نستخدم ويفترض. طيب سيد واثق، السياحه يعني شبه توقفت الى محافظه دهوك وقلت بنسبه كبيره في سليمانيه واربيل، لكن يمكن ان نشهد فعلا تجدد هذه الاعتداءات التركية على شمال العراق وعلى دهوك خاصة على مصايف أو مدنيين؟ نعم، يعني أكيد اليوم مخاوف كبيرة لدى المجتمع العراقي ولدى السياح، يعني سيما وأن يعني الآن نحن في موسم صيف وكثير من العراقيين يعني يرتادون هذه المناطق السياحية. اليوم أصبحت هذه المناطق غير آمنة، لكن يعني قبل قليل ذكرتم أن يعني هنالك بعض النقاط لقوات الحدود العراقية وقوات الحكومة الاتحادية. نعم هذه موجودة، لكن هي أولا ليس لها دور أمام قوات الإقليم، الأمر يأتي من محافظات الإقليم أولا، ثم هذه القوات أيضا تعرضت قبل فترة لقصف وتم استهداف يعني ضابط واستشهد هو أحد المقاتلين، وبالتالي يعني هو المشروع التركي هو لا يتعلق بالعراق فقط، وإنما نصب قواعد ونشر قوات، يعني هو له قواعد ثابتة أكثر من 4 قواعد، ثم مناطق أو مخيمات أو معسكرات متعددة في مناطق كردستان هي تفصل بين الكرد، يعني بين كرد سوريا وكرد إيران وكرد العراق، وبالتالي هم يتحركون بشكل استراتيجي وبشكل ربما يؤثر على طبيعة خارطة المنطقة. هذا أثر بشكل كبير طبعا أكيد على طبيعة يعني طبيعة التحرك العراقي وطبيعة القرار العراقي وطبيعة السياحة التي تحدثتم عنها. يعني أما مسألة يعني حتى السياحة في تركيا هي أيضا والاستثمارات تعتمد بشكل كبير على العراق بالإضافة إلى الواردات التركية، والسوق العراقي هو من ينعش بعض الشيء. السوق التركي باعتبار الليرة التركية تشهد تراجع كبير والاقتصاد التركي يعتمد طيب بشكل واضح على العراق، لكن العراق لم يستخدم كل هذه الأوراق التي يمكن أن يستثمرها. الشكر الجزيل لك رئيس مركز الكتاب السيد واثق الجابري، كنت ضيفا كريما بالصوت والصورة، وكذلك الشكر للخبير الأمني السيد علي الشريفي، كنت معنا مباشرة عبر سكايب. شكرا لكم دكتور عائد وارجون تبقى معنا. ومشاهدين الكرام ننتقل سوية إلى ملفنا الآخر وأبرز ما فيه. المصالح تتصدر طاولة حوار الوطني والكردستاني، خلافات البيت الكردي تجمد مباحثات الرئاسة، والأوساط السياسية تلوح بسيناريو 2018. بينما يترقب الشارع الانفراج في المشهد السياسي الذي تأزم طيلة 8 أشهر الماضية، تقفز إلى الواجهة صراعات الحزبين الكرديين التي بلغت أشدها، وباعتبار أن حسم البيت الكردي للخلاف الدائر يعتبر مفتاح لحل الأزمة، وتأمل قوى الإطار الشيعي من الأحزاب الكردية المضي قدما في استكمال حواراتها واللقاءات الجانبية وصولا لحسم هذه الجدلية. المزيد مع الزميل علي حبيب. لا تزال الحوارات بين أحزاب الشمال تبحث عن توافق، فالبيت الكردي الذي لم تهدأ فيه رياح التنافس على منصب الرئاسة حتى مع تقلب فصول العملية السياسية، فمحطة انتخاب رئيس الجمهورية لا تزال عالقة دستوريا. الديمقراطية تمسكوا بريبر أحمد، والاتحاد لم يفكر حتى الآن باستبدال مرشحه برهم باحثا له عن ولاية ثانية.
رئاسة الجمهورية اليوم منشغلة أو منقسمة بين الاتحاد والديمقراطي، فكل حزب مصر على رأيه، لكن إذا ما اتفق الشيعة ورشح لهم رئيس وزراء حين ذاك من الممكن أن يتفق الفرقاء الأكراد على ترشيح رئيس الجمهورية ونحل هذا الإشكال. حسم جدلية رئاسة الجمهورية ستعبد الطريق أمام إكمال الاستحقاقات الدستورية، فأهمية أن يتفق الحزبان الكرديان فيما بينهما عبر حوارات أكثر عمقاً تتسابق مع عامل الزمن الذي يشير إلى قرب عقد جلسة انتخاب الرئيس العاشر للبلاد مطلع الأسبوع المقبل. نتمنى من الجانب الكردي الإسراع أيضا بتسمية رئيس الوزراء، حقيقة تسمية رئيس الوزراء مرتبطة بتسمية رئيس الجمهورية. يجب الحزبان الديمقراطي والاتحاد أن تكون هناك تنازلات متبادلة من أجل تسهيل تسمية رئيس الجمهورية، مما يخلق لنا أجواء إيجابية بالإسراع بتسمية رئيس الوزراء. الحقيقة المطالب الجميع المطالب بالإسراع والتنازل عن كل يعني ما يمكن أن تقرب وجهات النظر بين كل الفئات كل الفرقاء السياسيين من أجل تسمية رئيس الوزراء ورئيس الجمهورية بأسرع وقت ممكن. وإذا لم يكتب لهذا الشوط من المفاوضات النجاح واستمر الخلاف بضرب أركان البيت الكردي، فإن تكرار تجربة عام 2018 الأقرب للمشهد، وهو أن يدخل الحزبان بمرشحيهما إلى قبة البرلمان وتكون الغلبة لمن يحصد أعلى الأصوات كحل أخير ينهي العقبة الأكبر ويذيب الجليد عن طريق تسمية ما تبقى من الرئاسات. علي حبيب، الأيام الفضائية. أهلا بكم مرة أخرى مشاهدينا، والحديث أكثر عن تفاصيل هذا الملف نجدد الترحيب بضيفنا الكريم في الاستوديو عضو تحالف الفتح الدكتور عائد الهلالي. أهلا بكم دكتور مرة أخرى، وكذلك الترحيب بالمسؤول الإعلامي للاتحاد الوطني الكردستاني السيد ديار أقراوي. أهلا بك سيد ديار. أبدأ معكم سيد ديار، هناك أنباء عن اجتماع بين الحزبين الكرديين الرئيسيين في السليمانية، لكن ماذا تتوقعون أو ما هي المعلومات الواردة؟ يمكن أن تكون هناك مخرجات جيدة عن هذا الاجتماع؟ تحية لك ولضيفك الكريم ولمشاهدي قناتكم الأكارم. صحيح ما زال هناك خلاف بيننا وبين الحزب الديمقراطي الكردستاني حول منصب رئاسة الجمهورية، إلا أن هذا الخلاف ليس الخلاف الوحيد، إذ بعد الانتخابات مباشرة اتفقنا مع الحزب الديمقراطي الكردستاني أن نذهب بورقة واحدة للتفاوض مع الحلفاء التقليديين من المكون السني والمكون الشيعي، ولكن برز مشروع آخر وهو مشروع الأغلبية الوطنية، إذ أننا كاتحاد وطني كردستاني رؤيتنا كانت واضحة في البداية، نحن مع الحكومة التوافقية لأن الظروف غير مواتية لتشكيل حكومة أغلبية وطنية. طيب. أما بالنسبة لخلافنا حول رئاسة الجمهورية، فنحن كاتحاد وطني كردستاني نرى أن هذا المنصب ونحن كحزب سياسي من استحقاقنا، لأننا مع الحزب الديمقراطي الكردستاني ومنذ عام 2005، في حين اتفق كل من السيدين مام جلال الله يرحمه والسيد مسعود البارزاني رئيس أقليم كردستان آنذاك بتوزيع المناصب بيننا وفي الحكومة المركزية وكذلك حكومة أقليم كردستان، ولحد الآن منصب رئاسة أقليم كردستان هي عند الحزب الديمقراطي الكردستاني، وإذ نحن وكحزب لدينا قاعدة جماهيرية نرى من مستحقنا واستحقاقنا الانتخابي أن يكون منصب رئاسة الجمهورية من استحقاقنا. طيب، لكن سيد ديار، عذر المقاطعة سيد ديار، إذا تسمح لي، يعني هل ترجحون برلمان ترجحون نعم. الاتفاق على مرشح تسوية ما بين الاتحاد والديمقراطي، لو خلص يعني الأقرب أنه تجون إلى بغداد بمرشحين؟ طبعا نحن أمام هذا الخيارين لا خيار ثالث لهما، إما أن نتفق على مرشح واحد حسب آخر المعطيات أو مخرجات من الاجتماع الحاصل بكل من جهة السيد بافر طالباني رئيس الاتحاد الوطني مع فؤاد حسين في سليمانية، وآخر الاجتماع التي زار السيد بافر طالباني
مصيف صلاح الدين، واجتمع مع السيد مسعود البرزاني رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني، ولكن ليست هناك أي مخرجات من هذا الاجتماع، لكن نأمل أن نصل إلى اتفاق مشترك في الأيام القادمة. أعتبر أن الأسبوع القادم سيكون حاسما لهذا الموضوع، فإذا لم نتفق نذهب إلى ممارسة الديمقراطية داخل مجلس النواب ونعود إلى آليات 2018. طيب دكتور عائد، أهلا بك مرة ثانية. برأيك تدخل الإطار بعدة مبادرات يمكن أن يحسم الأمر لصالح الاتحاد خلال جلسة التصويت على مرشح الرئاسة؟ شكرا جزيلا سعد بشار، تحياتي لكم مرة أخرى وللأستاذ ديار. حقيقة الأخوة الكرد وعدونا يعني خلال الأيام الماضية من أنهم ماضون بشكل جدي إلى حسم موضوع ملف رئاسة الحكومة الجمهورية من خلال اختيار مرشح واحد يمثل البيت الكردي ويمثل الخطاب الكردي، وهذا ما كنا نتمنى. الإطار التنسيقي يدفع بشكل كبير جدا بهذا الاتجاه، لأنه لا يريد أن يكون في موضع محرج، يعني عندما تأتي الكتل السياسية أو الحزبان الكبيران إلى بغداد وبمرشحين اثنين، هذه مشكلة كبيرة جدا سوف تضع الإطار التنسيقي يعني بحرج شديد جدا مع الشريك الآخر اللي هو الديمقراطي الكردستاني، على اعتبار أنه الإطار أعلن في أكثر من مناسبة أنه سوف يكون مع المرشح للاتحاد الوطني على اعتبار أنه هو هذا الحليف الأساسي. السيناريوهات اللي عرضت خلال الأيام الماضية أنه يتخلى الأخوة في الاتحاد الوطني عن كل مناصبهم في الحكومة الاتحادية قبال رئاسة الجمهورية، أن يحتفظوا برئاسة الجمهورية، وهذه الحالة أنا أعتبرها يعني عذرا لهذه الكلمة، أعتبر جزء من الابتزاز السياسي. يفترض أن تكون هنالك آلية لتجاوز هذه المحنة. الآلية أنا من وجهة نظر اليوم، وأتمنى على الأخوة الكرد أن يستمعوا إلى آرانا، يعني أنه اليوم بما أنه الحالة اللي موجودة في العراق هي حالة انسداد سياسي مقيت جدا أكثر من 9 أشهر، ولربما أنه الأخوة الكرد هم جزء أساسي من حالة الانسداد السياسي، واليوم الإطار التنسيقي إذا أعلن عن مرشحة فهو سوف يضع البيت الكردي في حرج شديد جدا، أنه أما أن تعلنون أو أن تتخذون آلية أو إجراء لاختيار مرشحكم. طيب. اللي أتمنى من الأخوة الكرد أن تكون القضية بالتناوب، إذا كانت هذه الدورة إلى الاتحاد الوطني فالدورة القادمة سوف تكون للديمقراطي الكردستاني رئاسة الجمهورية. طيب. وكذلك مناصب الإقليم، رئاسة الإقليم أيضا الديمقراطي نازل عنها، وكذلك رئاسة الاتحاد هي أمر طبيعي جدا. الاتحاد حزب عريق وكبير جدا وذات مساحة سياسية كبيرة، نعم مر بفترة حرجة ومر بحالة من الانشقاق والانقسام ما بين، لكن يوم رجع الاتحاد الوطني كحزب قوي وإلى جماهيره وإلى قياداته وإلى فلسفته وإلى أهدافه، وهو شريك أساسي في تاريخ نضالي كبير جدا مع الأخوة في الديمقراطي الكردستاني. نحن لا نريد أن أو لهذه العلاقة أن تتبدد ما بين الحزبين الكبيرين. يفترض هم اليوم الأب لإقليم كردستان، يفترض أن يكونوا هم الخيمة التي يستظل بها شعب كردستان وإقليم كردستان وفق هذه التحديات اللي اليوم اللي تحدثنا عنها قبل قليل، هي حالة التجاوزات التركية الكبيرة جدا والمتجددة والغير منقطعة بحق أبنائنا في إقليم كردستان. يفترض اليوم يكون هنالك تناسي وتسامي عن الحالة اللي موجودة في البيت الكردي، ونتجاوز كل خلافاتنا من أجل أن نذهب خليك الخطا، أو إذا ما اتفقوا حتى الإطار التنسيقي، وهي نصيحة الإطار التنسيقي أن لا يكون مع أي مرشح من الحزبين الكردي الديمقراطي أو الاتحاد الوطني، يذهبون مع مرشح تسوية حتى وأن لم يقبل الأخوة في البيتين، يعني في البيت الكردي يعني في الحزبين الكرديين، يذهب باتفاق ان يرشح احد المستقلين الموجودين، وهم تقريبا 3 مرشحين أو 4 مرشحين. لا، الاتحاد يمكن ضامن هذا الموضوع ودعم الاطار وقوى الاطار الشيعي له. اعود لك سيد ديار، الا تفضلون في الاتحاد الوطني القدوم الى بغداد بمرشحين باعتبار ضامنين تصويت الاطار لصالحكم؟ في الحقيقة نحن قلنا بصراحة لإخواننا بالحزب الديمقراطي الكردستاني والإطار التنسيقي أننا حزب عريق، لدينا تاريخ من النضال السياسي والعمل المسلح ضد الدكتاتوريات في العراق، وأن اختيارنا لأي شخصية لأي منصب يمر عبر قنوات ومراحل حزبية تنظيمية بدءا من أي منصب كان، فاختيارنا للسيد برهم أحمد صالح
جاء من خلال هذه القنوات وهذه المراحل إلى أن صوتت عليه مجلس القيادة بالإجماع. يعني تصويتنا اختيار من السيد دكتور برهم صالح لم يكن عن طابع عاطفي أو مركزي أو بعيدا عن العناد السياسي. اخترنا سيد برهم صالح لكونه شخصية يملك علاقات دولية وأقليمية ورجل مارس السياسة لعقود وتسلم واستلم مناصب عدة من حكومية وحزبية من رئاسة الوزراء في إدارة سليمانية وإدارة أقليم ونائب رئيس وزراء في حكومة العراقية، وكذلك أدى واجبه ومهامه كرئيس لجمهورية العراق. طيب لكن سيد ديار يعني هذا التمسك بمرشحكم لمنصب الرئاسة الاتحاد الوطني الكردستاني يعني ليش الاختيار بهذا التمسك بشخصية الدكتور برهم؟ يعني تسمع لي سيد ديار، حزب الديمقراطي الكردستاني نعم اسمح لي، يعني ليش هذا التمسك بمرشحكم لرئاسة الجمهورية وكذلك الديمقراطي أيضا متمسك بمرشحة؟ يعني ما عندكم شخصيات أخرى ذات كفاءة كالدكتور برهم صالح؟ أخي العزيز، لو تنظر إلى جميع الشخصيات أو المرشحين الآن الذين قدموا لهذا المنصب مع احترامي لكل واحد منهم، فستجد أن مواصفات ومؤهلات الدكتور برهم أحمد صالح يناسب هذه المرحلة الحذرة لهذه الظروف، فلذلك قدمنا أحسن مرشح لدينا لتسنب هذا المنصب وفي هذه الظروف الحساسة. بصراحة قلنا لهم هذا مرشحنا، ونتمنى من إخواننا من الإطار والحزب الديمقراطي الكردستاني أن يتفهموا إرادتنا في اختيار من نختار. لا نريد أن نختار شخصا لا يكون بمستوى إمكانيات الدكتور برهم أحمد صالح، لا نريد أن نختار شخصا ضعيفا لهذا الظروف الحساسة. فلهذا مرشحون هو سيد دكتور برهم صالح، ولدينا الإيمان والقناعة التامة بالآليات الديمقراطية. إذا لم نتفق على هذا على مرشح واحد، نأمل أن نتفق على مرشح واحد، لأننا مع الحزب الديمقراطي الكردستاني في إدارة أربيل ملفات عالقة. لكنكم ضامنين تصويت الإطار والقوى السياسية إلى مرشحكم، ضامنين هذا الموضوع؟ أعود لك دكتور عائد، في هذه الحالة ما راح يقوم الديمقراطي الكردستاني بعرقلة قضية تمرير رئيس الوزراء أو الحكومة مثلا باعتبار الإطار ما صوت الصالحة بل صوت المرشح الوطني؟ هي المشكلة يا أستاذ بشار، أنه الإطار الديمقراطي الكردستاني عندما يشعر أنه الإطار التنسيقي سوف يذهب مع الاتحاد الوطني لربما سوف يعرقل عقد الجلسة، يقاطع الجلسة ولربما أنه يؤثر على بعض الكتل السياسية أو شركاء السياسيين، وبالتالي لا يتحقق النصاب. هذه مشكلة كبيرة جدا. اليوم احنا نخرج من حاله الانسداد المقيته التي تمر بها العمليه السياسيه، احنا نشوف التحديات كبيره جدا، يجب ان تكون هنالك تفاهمات على اقل تقدير. اذا اخذوا بالمقترح اللي اقترحناه قبل قليل هو عمليه التناوب، خلينا نتجاوز هذه المشكله. ما معقوله انه البلد اليوم يعلق كل مصالح الناس وكل امالهم وكل تطلعاتهم تعلق على قضية أنه من سوف يكون بهذا المنصب أو ذاك، هذه مشكلة كبيرة جدا. يفترض أن يكون هنالك آلية ونتجاوز هذا الموضوع. إذا راحوا إلى أي حلول دبلوماسية ما بين الأطراف ممكن أن تحل القضية كما حصل عند القوى الشيعية، تنازل الكتلة الصدرية مثلا، تنازل مثلا الكثير من الكتل السياسية عن منصب رئاسة الوزراء وفسح المجال إلى قوى أخرى. هذه للأمانة يعني هاي حالة الإيثار ما تحصل بالعملية السياسية، هسه حصلت في يعني لدى الأخوة في الكتلة الصدرية، هذا شيء يعني مفروغ من عنده، لكن أن تحصل مع الأحزاب أو الشركاء الآخرين فأعتقد الموضوع صعب جدا. ما أعتقد أن هنالك كتلة سياسية قادرة على أن تتنازل، لأن الكتل السياسية حقيقة اللي الآن يفترض أن تكون جزء من العملية السياسية وجزء من الحكومة هي لم تذهب مع الأخوة الصدريين، وبالتالي عندما لم يذهبوا مع الأخوة الصدريين إذن هنالك طموحات وهنالك مصالح وهنالك أمور كثيرة جدا، فهم يبحثون الآن عن مصالح. من حقهم أن يبحثوا عن مصالحهم، لكن مصالحهم لا يجب أن تكون على حساب مصالح العراق والشعب العراقي. عضو تحالف الفتح الدكتور عائد الهلالي، شكرا لك، كنت ضيفا كريما، وشكر موصول للمسؤول الإعلامي للاتحاد الوطني الكردستاني السيد ديار عقراوي، كنت معنا ضيفا كريما عبر سكايب، شكرا لكم وشكر موصول لكم مشاهدينا الكرام. إلى هنا وصلنا وإياكم
وضيوفنا الأكارم إلى ختام حصادنا لهذه الليلة، وإلى اللقاء في حصاد آخر. شكرا جزيلا.